احنا بلقاء مع الاهالي اللي راح يرافقوا فرقه براعم جفره للاشتراك في مهرجان دولي في اوكرانيا. بنحب نلتقي معهم نشوف شو الاستعدادات اللي هن حضروها على اساس يرافقوا الشباب الصغار براعم جفره. اول شيء احنا بنشكركم على انكم ترافقوا انتم الفرقه، ونتامل انها تكون رحله ميمونه، انكم تروحوا بالسلامه وتطلعوا بالسلامه، وينبسطوا الشباب وتنبسطوا انتم وتكتسبوا تجربه وخبره بلقاء شعوب اخرى وثقافات اخرى من دول عديدة جدا في المهرجان. استاذ انت كمدير مدرسي ويمكن جزء كبير من الطلاب هني طلابك، يعني مش راح انك انت تقول والله انا رايح مع وفد جديد علي، انه اغلب الطلاب موجودين بمدرستك، كيف انت بكون شعورك يعني كمان بترافق طلابك للاشتراك في مهرجان دولي للفلكلور؟ انا كثير سعيد انه عم برافق طلابي طلاب المدرسة الاعدادية في هذا الاحتفال او المشاركة في المهرجان، اللي هي بتمثلنا قفزة نوعية لنشاط الطلاب ودعم الفن بهاي البلاد. احنا بنعرف انه الفن والذات الفن الفولكلوري هو صورة كتير مهمة تنشرح صورة شعبنا بقيمه بأخلاقياته بعاداته بتقاليده، وهاي المجموعة اللي هي بتمثل شريحة كبيرة من عبلين وبتمثل بالأكيد المدرسة الإعدادية في عبلين، رايحة ترفع راسنا عاليا قدام شعوب العالم، وإحنا بنكون مبسوطين إذا الفرقة حازت على إعجاب الناس هناك، وبتمنى للجميع إنه يسافروا بسلامة ويرجعوا بخير وسلامة. مروان أنت أول مرة بتسافر مزبوط؟ أول مرة بتسافر الوفد هذا، شو يعني أنت انطباعك راح يكون، يعني شو أنت متوقع بهاي الزيارة اللي راح تقومي فيها لأوكرانيا مع براعم جفرة؟ أنا أول مرة بسافر أول مرة، بس أنا حابة أدعم البنات والطلاب اللي طبعا مسافرين على أوكرانيا من ناحية تقديم الفلكلور تمثيلنا هنا عشان نساعدهم كمان أكثر مع الإدارة، فحبينا نطوع نسافر معهم. مين من أولادك مشتركين يعني؟ روان. كيف ترقص منيح روان؟ شفتيها يعني انت بالمراجعات؟ كثير بترقص، شفتها كمثلت برضو مدرستها بعيد الام، كانت رقصة حلوة كثير. وبتشجعيها يعني انها تيجي كمان على الدورة وتطور وتتقدم؟ وبتحب تشجع كمان مروان، ولا مروان مش له هذا الفوتبول له مروان؟ مروان له الفوتبول، بس كمان اذا بحب انا بشجع كل واحد بحب يقدم ويمثل بلده ويمثل الطرق تبعه. ام فائر، بس بدنا نيجي لام فائر. ام علي ثائر مشارك، ثائر خايفة عليه كثير ثائر على اساس هيك حبوب وصغيرون هيك؟ اكيد لانه صغير، لانه صغير تقريبا اصغر شيء باللي موجودين، فالواحد بضل خايف بضل قلقان، في خوف في قلق. شو نصيحة بتزديها للمسؤولين مع الاهالي؟ بالنسبة على الاولاد وللاولاد كمان، كمان انه الاولاد يسمعوا حكيهم يعني يشتركوا معنا بكل شيء، شو بيقولوا يردوا عليهم، يكونوا بيد واحد كله. يعني اذا السنة الجاية بيجوا الاهالي بيقولوا والله احنا بدنا نروح نشترك بمهرجان بمشاركة اهالينا، الاهالي بيرافقون مستعدين يعني يرافقوا يرافقوا الاولاد عشان يشتركوا في مهرجان دولي؟ ليش لا؟ في شيء يعني فيش معارضة؟ يعني ممكن ابو علي تقولنا في معارضة منك انت زي هي حابة ترافق السنة الجاية تشارك؟ لا ليش؟ ما في اشتراك، بندعم ليش هذا؟ وانا شايفها كثير يعني بترافق وبتيجي وبتطلع وتهتم، يعني مع انه مجال هذا بعيد عنك كثير، شو اللي جذبك انك انت ترافقهم وتيجي معهم وتشوف، لانه ثائر موجود وانت بتحب الدبكي؟ انا بحب الدبكي، بحب الاولاد يدبكوا، بحب انه كمان يدبك يشتك بالدبكي ويطلع مهرجانات برا ويفتح ويتطور. ابو علي للامانه يعني لازم نحكي احنا للموقع الغزال، ساعدنا كثير بقضيه تسهيل مهمه سفرنا داخل المطار، انه بعرف ناس هناك وعرفنا عليهم وبعثنا احنا كل المستندات المطلوبه منشان احنا نكون كوفد كل الاشياء المعلومات جاهزه في المطار للمسؤولين هناك الامنيين حتى يسهلوا عبور الشباب ويدخلوا بسرعه على الترمينال ويدخلوا بسرعه على الفري شوب منشان يقدروا يتشروا ويتبضعوا ما ينحشوش بالوقت. فاحنا بنشكر ابو علي على هاي الخدمه اللي قدم لنا اياها وخلانا نتواصل مع المسؤولين غاد في المطار. استاذ دكتور انت بدك ترافقنا، انت لك تجربه بالسفر هيك البلاد والترجمه وصار لك معرفه بالامور الثقافيه بالنسبه للمواضيع والمهرجانات، بس انا اللي بدي اسالك اياته انه يعني انت بتحن لهيك البلاد اللي درست فيها؟ طلع اول شيء من ناحيه انه بحن كثير، بلاد جميله جدا، وانا المجتمع الروسي والمجتمع السوفيتي السابق
له فضل كبير علي انه انا تعلمت هناك وتعلمت مجانا حسب الحزب الشيوعي الاسرائيلي. ودائما انا بتشوق انه انا دائما ازور هاي البلاد. وكان هناك عدة امور اللي انا تعلمتها، مش بس الطب، تعلمت ثقافات عديدة جدا خلال الثقافة الروسية. وبالنسبة للسفر للطلاب والاولاد في لاوكرانيا، زي ما حكيت وتفضلت، انا بسافر كتير وعندي تجربة بالسفر، ولكن هاي المرة عندي شعور غريب، مسافر كأب مشارك. ويعني ما انا بدي اسافر على اساس انه انا بس ارتاح، ولكن مسافر مهمة وعلي مسؤولية كبيرة جدا، وهذا بيعطيني احساس غريب جدا في هاي السفر. وهذا مهم جدا انا اللي حكيته بالنسبة لقضية المهمة، انه كمان كنت تساعدوا كتير الطلاب ان يستمتعوا ويقوموا بمجموعة كلاسي. امثال اي نصائح انت الطبية بصفتك ممرضة تنصح الشباب براعم جفرة اللي يديروا بالهم عليها مشان يقدروا يضلوا صحة منيحة وما يمرضوش غير؟ اول اشي انا بفتخر بمشروع من هالشكل. خلينا نقول انا مش كأم، انا بنتي مشتركة بهذا المهرجان، بس مش كأم، كمان كممرضة وكمان عضوة من الثابت اللي طالع. انا بشجع هيك اشي لانه هذا بيمثل بلدنا في دولة اسرائيل. انا بنصح الاولاد او الطلاب، اهم اشي الاكل زي ما حكيت، تفضلت جوا، كمان الشرب، كمان اي ولد باخذ تكون كفوء له بالبيت، يعني علاج او دواء ثابت. كمان يجيبوا معاه، هذا مهم جدا لانه ممكن انه غاد طلع الجو، التعب اللي ممكن يتعبوه، الغربه زي ما بقول، ان شاء الله بيرجعوا بالسلامه، هذا كثير مهم. وانا بفتخر كمان مره انه نطلع نمثل البلد. نشكركم انكم بترافقونا ويعطيكم العافيه، وان شاء الله بتستمتعوا كمان وتروحوا وترجعوا بالسلامه. يعطيكم العافيه، شكرا.